بومرداس التي لطالما عرفت بأسواق مواشيها وأغلافها، ها هي اليوم عشية عيد الأضحى المبارك توفر للمواطنين أضحية العيد بأسعار متفاوتة، بداية من 3 ملايين سنتيم لأضحية متوسطة، وهي الأسعار التي لقيت استحسان المواطنين. كاين في بعض الأماكن تلقاها متوسطة، في بعض الأحيان غالية، في بعض الأحيان رخيصة. الصباح السوق يكون شوية غالي، والعشية من 5 وطلع يطيح السوق. دوك صباح غاليين من 6 وحبط، من 6 حتى ل3، حتى ل3 كاين ربع، كاين 4 ونص. اي ميتا تاع 3 دير له هكذاك، دير فوق رقبتك وتمشي به في السماء هكذا، الى تاع 6 تعيط. يتخوف المواطنون كل سنة من الأمراض التي قد تصيب أضحية العيد، وعلى هذا وفرت المصالح الفلاحية في بومرداس أطباء ومفتشين بياطرة قصد مراقبة كل المواشي المعروضة في نقاط البيع الرسمية، أين يتم التأكد من وضعها وكذا مراقبة وثائقها الصحية. دونك مراقبة في ولاية بومرداس لحد الآن ما شفنا حتى حاجة اللي ماشي غير عادية. الماجوريتي تاع المواشي باسكو هناك اوراق صحيه لازم تكون مرفوقه من الموالين اللي يجوا من الولايات الاخرى. ما يخفاش عليكم اللي كاين عايشين ليبيديمي تاع لا فيبر افتوز، دونك هذا التنقل تاع الحيوانات راهو مسرح غير في هذه المده تاع اكسبسيونيلمون بور عيد الاضحى. هذا وتعرف كل أسواق بومرداس ونقاط البيع فيها إقبالاً واسعاً للمواطنين من خارج الولاية، خاصة من ولاية تيزي وزو والبويرة وكذا العاصمة، بعدما وجدوا فيها النوعية والسعر المناسبين.